صباح الخير مرة أخرى الناس الكل. احنا نستقبل مع بعضنا خبيرة الديكور مدام وفاء البولاني. مرحبا بك مدام. اهلا بك شحوالك. صباح الخير عليكم الكل. اكم نسيت وفاء اليوم باش نحكيو على كيفاش نعملوا الديكور نتاع الصالون نتاع الدار. اي مهم جدا ان نحكيو على الصالة خاطر هي بتتر اهم اسباس عندنا في الدار يتقبلوا فيه العباد الكل. كيفاش نبداو؟ اسكو باش نحكيو على الصالون طويك المودرن وكل شيء ولا نجمو نحكيو على الصالة قبل معناها كيفاش كانوا الكل الزوز؟ لي سالون فيهم الكنابي والكنابي هو بتيت ليليمون برينسيبال في السال. اكزاكتومون. كيفاش نحطوه؟ جينيرال ديما نحطوه لاصق للحيط. اكبر حيط تحط غاديكا. ولكن لي هذه مثلا حاجه نعاودوا نخمو فيها كي نجيو نعملوا لاميناجمون تاع السالون تاعنا خاطر الكنابي لومبلاسمون تاعو وين باش توجهه مهم. الكنابي صحيح يجي حيط معناتها وراح حيط ينجم زاده يصلح لنا كسيباراسيون بين دو اسباس. الصاله تاعي مثلا جايه بالطول وانا عندي اسباس اخر وراء بجنب الصالون دونك ينجم يكون ينجم يكون الكنابي هو اللي باش يعمل لي لا سيباراسيون اونتر دو. فما توا ما يحبوش برشا عباد ظهر الكنابي يقول لك مش مزيان. لي ديزاينر عملوا دي كونسول سبيسيال جي في ظهر الكنابي بالضبط في نفس النيفو معاه وتنجم تحط وراك دي فاز دي بيبلو حاجات مزيانه ديكوراتيف. دونك الظهر بتاع الكنابي ولي ما عادش فوالا ما عاد تولي بالعكس حاجه ديكوراتيف مزيانه برشا. هذايا حاجه. ثاني حاجه الكنابي وين باش نحطه يلزمني نوجه الانتباه لحاجه معينه. انا عندي في الصاله مثلا في الصاله ديما عندنا مثلا بي فيتري تعطي على جرد ولا عندي تيغاس عندي فيو مزيانه دونك الكنابي نحطها مقابله باش كي نقعد انا واللي وضيوفي ولا انا واللي معايا نستمتعوا بالفيو هذيك مش مقابله التلفزه باش نحطها مثلا عندك اللي ما عندوش شناتي الاغلبيه يحطوا قدام التلفزه نحطوا قدام التلفزه صحيت. عندك شوميني توجهها لغاديكا عندك طاوله مزيانه تابلو باس اليمون مزيان ديكوراتيف توجه النظر ولا الاهتمام تحطها جوست بروجيكتور ولا اكزاكتومون. اي باهي ما تحطش فما شكون يحط الساله ولا الكنابي برينسيبال اللي يقعدوا عليه مقابل الباب وقت اللي يتحل الباب تشوف بيت النوم تشوف تشوف ضيفك يشوف الحاجات اللي انت ما تحبش تشوفها بورتون عندك تنجم توجه له النظر بتاعو لحاجه ما خير. فهمتني حتى ريدو مزيان مقابله خير من انه يشوف مثلا الكوجينه ولا والا بيت النوم. دونك مهم جدا لومبلاسمون نتاع الكنابي. كي يبدا عندي ساله صغيره مش لازم الكنابي يكون الشفه للشفه كبير صحيح. مش لازم ناخذ كنابي 3 بلاس 2 بلاس ولي بوف بتاعو. لهنا نستحفقوا شوي كنابي واحد كبير يكفي ونكمل معاه لي بوف الصغار يعطيك الصحة. سينو تتخنق لي وبرشا نغلطوها عندنا نحن باش تمشي تشري سالة تمشي تشريها الكل كاملة الكنابي 3 بلاس كما قلت لكم الدو بلاس والكرسي والبوف والميريديان كان فما اي وين باش تحطهم. انتبهوا لهنا خذوا قياساتكم واعرفوا خاطر في لي كنابي 3 بلاس نحن نقول لها 3 بلاس لكن تنجم تلقاها حتى 5 بلاس كبيرة واسعة بالكدا قاعد مع دي بوف وكهو. انت قلت تويك تقعد اما في تونس الاغلب الساله مش تقعد يرقدوا فيها معناها ويحبوا يتمدوا. كيفاش تنصح سورتو كو نعرفوا اللي احنا كيف تتمد ياسر ولا ترقد ياسر ولا تعدي ساعات ليله كان تبات اصلا في الساله باش تفسد باش تطيح كيفاش تنصح؟ ما تعاقبش رجل وكهو. لا هذه 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 النقطه الثانيه اللي نحب نحكي عليها. وانت باش تختار الساله بتاعك ما تختاريش خاطرها هذيك الموديل المزيان ولا القماش الطياره اللي انا توا ريته طالع على مود والا ريتها عند فلانه دونك نحطها. لا تاخذ ليست خليني نقول ميسالش وتشوف العادات بتاعك انت ايش تعمل في الصاله. انت تاكل غادي انت تتفرج في التلفزه برشا انت تقرا شكون معاك عندك صغار عندك عباد كبيره خاطر نحسبوا لهم حسابهم هذاك يلزموا الكرسي بتاعي وتو نهار نحكيو على ميناجمون كي يبدا عندنا ان غران فير ولا دي لي غران بارون معانا في الدار دونك تحسب له حسابه
خاطر كوميم هذاك كيما تحسب حساب الصغير 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 يعطيك الصحة خاطر باش يمسخها خاطر ما يعرفش هنا في الشوا تاع القماش وفي التكستور الصغير كيبدا معاك في الصالة تحسب له البقعة اللي باش يلعب فيها خاطر زاد هو عنده يزم في كل اسباس كيما حكينا المرة اللي فاتت عنده بقعته ماهوش ان اليمون نيجليجي يتحط فما زاد الفاكتور نتاع التنظيف بمعنى فما الفتيات الرزان كي باش تهزهم تنظف تحتهم هذاك تولي تبدا عالية شوية كيبدا رزين باش تنجم تنظف واحد تحتها من غير ما تتعب هذه حاجات شفت كيفاش كل واحد عنده اكسبيريونس والاولويات هذه من الحاجات اللي اولويات النوم في الصاله من الحاجات اللي يلزمك تاخذها بعين الاعتبار سورتو نحن نساء نخدم ونتعب برشا ماذا بينا عمليه التنظيف في الدار تكون سهله للماكسيموم تخمم في الاميناجمون ولا في الموبل بتاعك يكون انتيليجون شو معناتها انتيليجون انا نستحق صالتي صغيره الكلنا ولينا نسكنوا في البورتمانات ولا حتى الديار صغار لي سوبرفيسي بتاعها ما نجمش ناخذ طاوله ومعاها لي بوف ومعاها سالا مونجي ومعاها كل شيء دونك نوليو نستحالوا ناخذوا لي موبل انتيليجون نجم تكون التابلو باس هي اللي فيها دي بوف انتغري وقت اللي يجيوك بزايد عباد تجبدهم التابلو باس التابلو باس هي بيدها تنجم تتحل وتنجم تورونج فيها كتب مخادد اكل جوتي تو الدنيا باش تبرد ماذا بيك تتغطى بها معناتها لي جوي يجيو كذيا في ساعه تحل ترمي لي جوي اوب وتسكر ما فما حتى شيء اللي كنابي تو والا لبناك العربي ولاو ياسر دارجين صحيح ترجعوا بكثره ويتذكاوا لي ديزاينر ولاو حتى في مي هي الوحده اي لاكودوار بتاعها يعطيك الصحه لوح دونك تهز تلقى قجل تحط فيه الماء تحط فيه كيسان تحط فيه البيلات لي كوموند لي تكلت الكوموند اللي يذيعونا ديما تلقى فيها وين تشارجي فما دي سالون ريتهم حتى تحكم في الصوت في الصاله كامله فيهم دي بافل دونك غاديك اكزاكتومون فما البورن وي في دونك خموا في لي دوبل فونكسيوناليتي بتاع لي موبل اللي تشريهم هكاك تلقى روحك بموبل بركه عندك بليزيور فونكسيون انت ارتحت منها واسهل حتى في التنظيف يكون الكل زاده يمشي ويجي على العجالي علاش لا هذه حاجه من الحاجات كنا نشوفوا تصاور هذوما الكل بتصاور انا قبليك بكره يتعداو تصاور ديجا اكزاكتومون دونك الكليراج زاد مهم زاد في الصاله زاد اللون نتاع الصاله اذا كان انت كما كنت تحكي صالتي صغيره اذا كان نعملها في حاجه غامقه باش تظهر اصغر صحيح. اما كان نعمل الوان فاتحه يظهر تظهر اكبر وهكا شيء خساره كي نختاروا ديما نخافوا من الوسخ نمشيو ناخذوا صالات غامقين نمشيو ناخذوا ديما في لي تون تاع المارون والمارون راه سي اون كولور لوط كولور نخافوا منها نحن لي ديزاينر ولي زارشيتكت على خاطر كي نحكيوا على كولور مارون راو تحسب حساب عندك الحق في تروازه فيك الاكهو في الصاله فيهم الكولور هذيك المارون ولا تيت دو نيجر اللي نحكيو عليه لو كان الكنابي بتاعك تيت دو نيجر لهنا نحسبوا اللي مانيش مستنسين نحسبوها المينويزري اللي عندك ببانك غامقين والا لا القاعه والا الزربيه والا الريدو ينجم يدخلوا مثلا تقع مع سالون مارون ينجم يدخل حاجه صفراء جوستومون مع هو المطارد مازال تو دارج لي بلو لي فير لي روز مازالوا دارجين دونك ينجم يدخلهم مع الالوان باش تزهى شوي كما قلت لكم المارون كولور حزين ورزين دونك ثلاث تخوا زارتيكل بركه يكونوا عندكم في الاسباس هذاك مارون ودخلوا الالوان خليوا ريدويت زاد معناتها فاتحين لي كوسان لي كوسان الزربيه لي زارتيكل لي اكسسوار هو اللي تكون فيهم الالوان حتى من بعد في التبديل تكون سهل انك تبدل مش سهل انك تبدل كنابي ماهوش رخيص باغ كونتر ارتيكل ولا كوسان قشره تاعها في الصيف ولا اباجوره يعطيك الصحه تنجم تيك تاك في ساعه تبدلها وتحس اللي هي تبدلت جمله فماش استوس نجمو ان ممكن ننظفوا به لي سالون فما برشا مشاكلهم هو تنظيف الصالون اذا كانت كوير شنو اذا كان قماش تنصحش بحاجه ثم برشا عملت عليها ريشيرش يلزمني نجيب لك بالكعب خاطر كل قماش عنده التكنيك بتاعه مانيش باش نعطيكم حاجات صعيبه ولا مش موجوده والا بحاجات موجوده في الدار يعني باز بتاعها قارص فينيجر كربونات حاجات صغيره كيف هكا لكن كيما قلت لكم الكوير مثلا يتنظف بطريقه خاطر السيمي الكوير يتنظف بطريقه والقماشات بطريقه هذيا زاد نزيدوا نطوروا فيها ونحكي طيب شو الضوء تقسيم اللينير تقسيم اللينير في البيت الصاله باش يكبرها يعطيك الصحه كيفاش يكون مهم انه الضوء الصاله تكون ضاويه برشا يعني قد ما تكبر البورت فينيتر ولا الشباك بتاعك راك رابح في الحكايه يلزم تكون ضاويه
في الصباح والا في الليل. في الصباح الضوء خاطرنا الصغيرات يلعبوا ينجم تكون تقرا فيها انت ولا اكتيفيتي كما قلت لك، وتنجم في الليل زادة ولا تنجم تقرا فيها كما قلت لكم، خاطر ونحن نحكيو على القرايه ونحكيو على الموبل انتيليجون. ذكرتك في حاجه لي كانابي كونفيرتيبل اللي قالت لي كليك كلاك، كيبدا واحد كما قلت انت الخو هو ديما المظلوم، كيبداو برشا بنات ياخذوا هما البيت وهو اللي يقعد في الصاله، علاش ليه الكانابي يكون مزيان وديزاين وفي الليل يتحل يولي فرش؟ فرش هذا زاد لي جون اتيديو اللي ماشيين توا باش يقراو. لا امريكا لا جو يحاول لي جون اللي باش يمشيو يقراو وهزين معاهم، تلقاه هز بنك ولا ديفان وهز معاه فرش وهز معاه ينجم معناتها بمبل بركه وطاوله يقرا عليها التابلو باس، نجم تكون تابلو باس وقت الفطور تطلع فيها ديرانات تطلع تولي تقرا عليها والا تاكل عليها. خموا فيهم هذوما راهم موجودين متوفرين وموجودين، مانيش نحكي على حاجه انا ما ريتهاش ولا ماهيش موجوده. ليكليراج كيما قلت لك قد ما نكبروا في لي زوفيرتور اللي عندنا قد ما تكون بينيفيك لينا نحنا باهي الضوء ولا ليكليراج ناتوريل. في الليل ماذا بينا نلعبوا على لي لوميير تاميزي دوس، انت باش ترتاح ما حشتكش الضوء قوي حتى كي باش تقرا عندك كوان ماذا بيك ليزوز هي اللي تفوكاليزي الضوء على الكتاب. الضوء جينيرال هذاك ما يعاونناش راه اون جينيرال خاطر يطيح لنا الظل نتاع حاجه تلقى روحك عامل هكا اكزاكتومون. في ساله ماذا بينا لي لوميير كلها تطيح، التلزه ديجا ضاويه وحدها ما تكفيش خاطر التعب تولي العينين، اباجور ليزوز كيما قلت لكم، لي بوجي علاش لا تكون رومانسيه تكون جو حبيبه هذايا انت باش ترتاح اكزاكتومون. دونك علاش ما تعملش دي بوجي؟ الحاجه الباهيه لهنا لاستوس البوجي كي تبدا مروح من نهار صعيب برشا وفيه برشا ستريس واكسيتيرا، كي تقعد تخزر للفلام دقيقتين مركز عليهم تعمل لو فيد في مخك وترتاح. دونك تنجم تريكوبيري باش تمشي تجري تكمل العشاء وتكمل المسلسل وتكمل مش مذكورين مش مشكورين ياسر الحق. اعز حاجه تنجموا تعملوا كلي ديفيزور تاع الريحه خاطر ديما الريحه البنينه تخليك نفسانيا مرتاح وتخليك ميرسي بوكو وفاء البولهني اخصائيه الديكور اللي ان شاء الله نلقاوها الاثنين الجايه ان شاء الله. انا سعيده نرحب بلوتو مدام وداد بن احمد دكتوره، اذا تصعب بالكم معايا على خاطرها جراحه في الاذن والانف والحنجره واي حاجه تجي تتمس عادي معناها. قلت لها بكري في الكوليس قلت لها تنجم نقك ززار في العيد عادي معناها. قلت لها بروبليم بيان سور بيان سور بيان سور. الو اليوم مدام قلنا باش نحكيو على التهابات الحلق والمظاهر نتاعها، الاسباب شنو هما كل المظاهر وكيفاش لازمنا نتوقع. لا لا مازال هذا اون جينيرال حتى على اساس فما شونجمون سيزون توا تقلب الطقس سي سا، شنو هما الحاجات اللي باش يولدها عند العباد كسوا كبار ولا صغار؟ صح نحبوا نعرفوا علاش يصير الالتهابات نتاع معناتها الحنجره سيرتو برشا مرات في العام. كيسيون حلوه ياسر هذايا باهي. تصير الالتهابات نتاع الحنجره نجم انت توا قاعده في الاستوديو لهنا خرجت لبرا لهنا الدنيا بارده تخرج لبرا تضربك السخانه ولا تروح لدارك تلقى حلقك يحرق مثلا، يقول القايل شنو اللي صار انا ما تعرضت لحتى شيء. هو ديجا هيك شونجمون هيك مثل من البر تمشي للسخانه يحير الفاغي اكتيفي دي فيروس موجودين عندنا معانا من اللي تخلقنا نقولوا نحنا نتاع الغريب. دونك يجيك في حلقك تولي تحس فيه مثلا يحرق فيك، كيف ما تنجم مثلا لهنا عندك الجير لو غوفلو وتبدا انت ماكش تلقى بيه يبدا طالع حابط طالع حابط يحرقك. ومن بعد كي العاده نعاودوا نتعرضوا لانفاكتور فافوريزون حاجه محفزه تولي حلقك يزيد يولي يحرق. كيف ما مثلا نجموا يا تصبح ذي حد ان شاء الله من غير ما نشعر انا بيان سور باش نتنفس الهواء هذاك باش يتعدي لي الفيروس هذاك باش يهبط لي على حلقي. والحلق سانغلوب بال دو بارتي راهو نبداو من الخشم ونحن هابطين الموني يوصل الرواري سي سا الكل مع بعضه. ومن بعد ينجم يسرح حتى لي بومون لي برونش سي سكو نابيل اون جينيرال لونجين اللي نحن نستخايلو لونجين باش نحكيو كل شيء على اللحمات لحمات مرضو الوغ كو لونجين سانغلوب تو من الخشم هابطين اللوطه والا فارانجيت. فارانجيت معناه التهاب من الخشم لهنا ولونجين سي ان مو غريك معناها سيغمون حلقك تلقاه شايح ويبدخ تحس روحك غاصه مخنوقه. دكتور فما ناس
معرضين اكثر الحل معناها الالتهاب نتاع الحلق اكثر من الناس. مثلا فما شكون تعدى لي عام ويقول لك انا لاباس، وفما شكون مرتين وثلاثه في العام يمرض. فما ديفاكتور والا عندنا ذكاء نحن مش باش نسميو الاسامي. مثلا جميع اللي عندهم الحساسيه الحساسيه معناها العبد هذا يبدا بانه ديجا فراجيل شويه، دونك اي رياكتيفاسيون تاع الفيروسات باش تحير له الحكايه هذيك. هي من ربي خلقي معاه يبدا حلقه ديما يحرق فيه وشيح ويزيد رياكتيفاسيون دان فيروس يولي حلقه ويضربوا 2 3 4 5 6 فوا. باهي سامحني ماكش نكمل في نكملوا في البرانسيب هذاك. انت عطيت ليكزومبل نتاع الواحد يبدل من بيت البيت ولا يشوفش. اسكو صحيح حكيت انت تشرب ماء ولا ليه راهو معناها اذا كان تبدل الكليما راك باش تمرض؟ سيتادير معناها فما شي حاجه نجمو نعملوها باش نحافظوا على معناها الرطوبه نتاع التمبيراتور نتاع اكيد. يقول لك اشرب الماء قبل ما تخرج، قبل ما تبدل البلاصه. اشرب الماء قبل نقولوا نحن ما تخرج من البلاصه هذيك ولا حاجه، باش لهنا قريجبك تبردهم راهو، خاطر نحن عندك لي زاميغدال اللوزرتين هذوكم هما اول بوان دو ديفونس اللي عندنا في البدن. ديجا كي تبردهم هذوك باش يفيقوا بالرياكتيفاسيون دو فيروس يقف. سي فري حاجه باهيه. مي لا اشربوا بالما ديك تخرج ولا تدخل اي بلاصه خلي بلاصه سخونه للبردالي سي فري. و اونتر تون ديجا اللي يبدا حلقه ويوجع فيه ولا حاجه وكلوا الكلاص يبرد. فهمتني هذاش قصدي انا سي سا. و اونتر تون انا حبيت نحكي في ما قلت لكم لونجين ديما نحنا نسخالوا اللحمات هذيك وقريج منفوخه، وقلت لكم سا انجلوب معها الخشم يبدا يجري وذنين تاكل وعطسه وكحه شايحه انسي دو سويت. نحب معناها نوصل المعلومه هذه يلفو فيغ لا بار دي شوز في اللونجين. باش نمشي ديما في البرانسيب نتاع لونجين اللي يعرفوا التونسي. لونجين لهنا باش نحكيو على الكريجم سبيسيالمون معناها اللوزتين هذوك. فما لونجين اللي البوان دو ديبار نتاعها سي فيرال، وفما لونجين البوان دو صحيت بكتيريان. وحده تلقاها غوش تحل فم وتلقى كريجم من داخل الكل احمر، والفم من فوق سي كيف كيف احمر ويبدا ياكل فيه ويحرق فيه. تلقى معاه شويه كحه شويه سخانه، خشمه يجري شويه، ساعات الوذنين توجع. وفما لونجين بكتيريان اللي تلقاها صفراء تحل والا تلقى ان اندوي بلانشاتر. ولهنا الصفراء هي اللي اخطر من الحمراء، خاطر الحمراء حتى سوبوزون ما خذيناش ان تريتمون، خذينا حتى البدن وحده اي سي ان روم اون فادير كو سي ان روم. معناها ميم سي تولي تاكل لي كلاس وقتها تنظف شويه خشمك، تاخذ شويه فيتامين سي على الكلاستينين تو اي بيان. باغ كونتر في لونجين البكتيريان تعطي مخلفات نحن ما نحبوش في تونس. نرجعوا ليامات قبل ما قبل الاستقلال حكايه الروماتيزم ارتيكولار ايغو ولا الكلاوي تتمس والا القلب يتمس عند الصغار كسوا صغار ولا كبار من الكريجم من البوان دو ديبار هذاك. ولهنا زاد النبع على استعمال لي زونتيبيوتيك، خاطر انا راهم يجي يقول لك انا خليت لوغمونتان اي سانا با مارشي، يقول لك هكا اوغمونتان ميم با اي تو دي جي بري ان انتيبيوتيك. اللي هو من الحاجات القويه كوا صحيت اللي نحنا الوغ كو هو اخر حاجه لونجين نتاعو ما تستحقش تعب جوست السيستيم ايميونيتير نتاعو هكا سي سا. بوركوا بروندر او باغ كونتر كي يبدا يلزمو ياخذ انتيبيوتيك ما يخوش، والا يل بروند دي انتيبيوتيك ما يمشيوش على الكريجم تعطيني لي كومبليكاسيون. parmi les complications le corps régional on va dire le corps régional يتسمى الادينوفليغمون من داخل الفم يتنفخ ولهنا الكل يتنفخ حتى فمه ما عادش يحلو. تجي انت تشوف تلقى الشاي منفوخ في شيره اللحمات تلقاها بومبي تمسها حتى بزريقه تبدا الماده خارجه. تقول علاش هكا والشاي هذا سورتو عند الصغار كانت تصير تنجم تتعدي له مع رقبته تولي اون سورت دو سيلوليت ينجموا يموتوا في جرتها العباد هذايا. نقولوا به تعديت لاباس و با بخي دونتيبيوتيك، مي تنجم الجراثيم سورتو ستريبتوكوك بيتا ايموليتيك دو جروب ا هو اخيب حاجه يتعدي لي في الدم يمشي يضرب الكلاوي. الكلاوي صحيح. يمشي يضرب لي لي زارتيكولاسيون يوليو الصغار عندهم دي زارت خلجي على صغر سنهم عليه. دوما ما تجيهم اي فيفر يبدا هذوما يوجعوا فيها مش العظم. نحب ننبه زيدا مش العظم خاطر العبيد يقول لك عظمي ويخاف. نو سو سون لي زارتيكولاسيون المفاصل كو سو سوا المفاصل الصغار ولا الكبار في الركايب في لي كو في لي زيبول هذوما سو سون دي كومبليكاسيون دو لونجين بكتيريان نون تريتي. وفي القلب بيان سور تولي حكايات مع معناها نفسروا للعباد اسكو لونجين الحمراء تولي بيضاء
تنجم تولي بيضة أو كادو سور انفكسيون. مثلا أنا من الأول هي حمراء ودونك خذيت شوية غلاس شاب شوية ماء بارد شاب جو سي سا جو شوية فيتامين سي دي تروك جو سوي باسي بيان مي أونتخ تون تصير مثلا سور انفكسيون يبدا شكون نعم عديت عندك حد عندك حد آخر وقت تولي سور انفكسيون بكتيريان تولي تدخل فيها الجراثيم تنجم تولي معناتها ماذا بينا مش خاطر يقول جريجمو حمار دونك شويه جلاس وكهو يطفي الحكايه كل اللي يصير اللي نتبعوا اللي هي ديجا باش تتنحى لا فيغال هذيا ولا طلع برشا سخانه هي ديجا تعمل السخانه في لي دو كا تعمل السخانه اما نحنا يلزم لهنا سو لو ميدسان كي فا فيغ لا بار دي شوز يعرف هذيك اللي فيغال وبكتيريان نحنا وقتاش لو باسيون ولا المريض يمشي يعد طيب. وقت اللي يقعد لي ثلاثة ايام بالسخانة سا مارش با معناها ميم سي خذا لو تريتمون نقولوا نحن سامبتوماتيك خذا شوية افيرالغون اون فادير افيرالغون ما نحن تو باش نطيحوا السخانة سي سا نطيحوا السخانة ما تحتش دون 3 جور وليت اون التيراسيون ولا الام والا حتى العبد الكبير يحل فمه ويلقى شيء اصفر وقتها يل باس شي لو ميدسان مي ماذا بيا ما ياخذوش لي زونتيبيوتيك واحد بيان سور هذه سورتو معناتها سورتو للصغيرات الكبار والصغار اما ماذا بينا مش من اللي هو صغير نبدا نعطي فيه الانتيبيوتيك من روسنا قال شنو نعرف نعطيه كذا يعطيه كذا بون نحن ديجا في تونس سامحني كان باش نقص عليك في تونس قاعدين نعديو في لانفورماسيون هذه كو سوسوا نحن ولا لي بيدياتر با دانديكاسيون دونتيبيوثيرابي طون كو الحكايه ماشي الاكثريه سي ان فيروس خاطر الفيروس ما يمشيش عليه الانتيبيوتيك سي سا قاعدين نقصوا في لي زونتيبيوتيك بار مومون الباسيون يترشش نقول له اجا اخذ في بلاصه والله خاطر يحب فيسع فيسع ما تجيش ما يمشيش حتى فيسع فيسع ما تمشيش حبيبه فما حاجه ما حكيناش فيها اللي هي الناس اللي تقوم كل صباح حلقه يحرق وعندها البلغم دونك انا جو مغابيل مره جي بوزي لا كيستيون ا ميدسا اللي معناتها نعرف عباد اوتور دو موا كل صباح يقوموا بالليتا هذايا دونك اون مادي كو سي ديو ا لا بوليسيون اللي موجوده اللي دايره بال معناتها كوم اون ابيت في بلاصه الكلها كراهب ونهوي مش نظيف وكل نحب نعرف اسكو الحاجه هذيا صحيحه ولا لا هما تخوا شوز خاطر حطينا نعرف الحكايه هذيا بليزيور باسيون يجي ويقول لك حتى البلغم اللي عند ويبدا كوم دو لاكول سي سا الي كولون وكل الصباح اي في الصباح وحتى كي يجي باش يخرج في ان افور اسافوار يخرج ولا لا لهنا فما ثلاثه حاجات سي فغي حكايه البوليسيون هذيك بوليسيون مش نحكيو على الواحد حتى في دارك لا رياكسيون او زكريا عندك لا فومي فما نحن توجور تحب تتكيف فازي تكيف ما تكيفش في البلاصه اللي باش ترقد فيها ولا في الصالون تاعك ولا في دارك خاطر من بعد البدن كي فافيغ دي رياكسيون باش يدافع على روحه من الفومي هذيك خاطر سا سوغ ان الرجين كيف ما حكينا قبل على الرجي هذي حاجه عندك الباثولوجي دو فلو غاسترو اوزوفاجيان كي جير بار مومون العباد ما يفيقوش اللي عندهم جير يطلع لهم في الليل يقوم يلقى روحه شرق وبدا يكح مش في بالو نورمال ما يعطيش حتى سونساسيون المتعارف عليه اللي هيك الزيت اللي يحرق ولا الحاجة هذيك يطلع له جير يقوم يكح في الليل وبعد يرجع يرقد ويعمل لك شربة ماء يقوم الصباح كيف كيف يلقى بلغم لهنا شنو هي البلغم هذيك سي اون رياكسيون تاع البدن خاطر جير شنو سي لاسيديتي غاستريك سي ان اسيد بي اش ايكال ا دو دونك لهنا البدن باش يدافع على روحه يصنع الميكوس هذاك الكوش هذيك ميكوس يبدا يتلبط كوم دو لاكول باش يحمي روحه وتجيو تقف له لهنا دونك الصباح يقوم لو باسيون يلقى روحه مخنوق ويبدا يكح ويحب يخرج ما تخرج وجماعه الحساسيه بيان سور لوجيك بكري حكينا على الدويات وكل شيء فما عباد كيما انت تحكي ما يحبش يستعمل الدويات لا انتيبيوتيك ولا دواء نورمال اما يستعمل شويه زيت شويه قارص جو هذا اسكو يمشي هذاك ولا لا في الفيغال On est pour la femme les traitements naturels chez les Français. Nous sommes une école française. Chez les Français, ils disent les traitements de grand-mère, par exemple, camomille, tisane, قارص c'est ça. Car le قارص c'est un antiseptique. Il est un antiseptique, c'est ça. Ils font un sirop قارص, ils le mettent avec la sel ou un peu de zit, et pourquoi pas. Et mais dans le viral, ils n'ont pas fait le bactérien. Moi, je vois que les gens disent, mais dans des ويحس
بجريجمو معناها اول حس فما ماليز يحاول يغرغر بالقارص ولا يعمل يعني يشوف هو ايش شنو الرياكسيون اللي صار كان سافا من غير ما واحد يمشي يعمل دويات ويدخل في روحه حاجه كيميك ولا حاجه. كيفاش نجموا توا احنا المرضى حكينا عليه عرفنا اللي هو نجم يكون خطير نجم يوقف حتى الكلاوي كيفاش نجموا نحتاطوا منه؟ نحتاطوا نحن توا عندنا شونجمون سيزون باش نستحفظوا على رواحنا توا الصباح تبدا الدنيا بارده العشيه الدنيا بارده في وسط القايله الدنيا سخونه ديما ماذا بينا بيريود هذيا اون برون جيلي ما نخليوش بدنا يتفرعس سور لو بلون تمبيراتور خاطر انت لو فخوا راهي كلمه ان غوم ولا اترابي فخوا سي فري عابد كان سخون وضربوا الهواء البارد يل فان ريكتيفي فما دي فيروس موجودين في بدنا يعملوا ريكتيفاسيون ديجا parmi les signes مثلا يطلع لك البوطون دو فيفر كي نتاع السخان هذيك في لحظتها ميم با 5 6 مينوت هاي حرقتك وطلعت صحيح ولا لا؟ صحيح دونك لهنا ديما دي بتي جيلي بور لي زونفون الكبار انتم تصرفوا على رواحكم نقول انا اونتخ تون مثلا من بلاصه سخونه البارده سيرتو في الليل ولا حاجه بالحق نشربوا كاس الماء باش بدنا يل سادابت للبرد اللي خارج له شو نجم نقول؟ الكليماتيزور اي الكليماتيزور زاد ما تحطوش انت الدنيا لبرا في 30 وانا حاطط كليماتيزور 18 ما تجيش نحطو اونتخ 26 و 28 حتى 28 راه سي با واحد مش سخونه معناها ما يلزمش تعمل ليك ليكار صحيت لو شوك تيرميك ليكار في التمبيراتور يل فو با لو فير وفي رياض الاطفال الصغيرات اللي ديما عندهم مشكله الكريجم هذه الخاطر في رياض الاطفال انا جو سوي بور سيريوزمون اللي لهنا اي صغير مريض وعنده فيفر اول حاجه اون افيز لي بارون ويعمل 24 اور ديفيكسيون يقعد في دارو وديجا ياخذ نبداو باراسيتامول الحاجات اللي طايحه السخانه كان طاحت له ديجا السخانه يكمل نهايرين في دارها باش ما يجيش يعدي الصغيرات خاطر لي فيروس سا باس اترافيغ لير فهمتوني دونك خليو نعملو ليفيكسيون سكولير و انتر تون هاكا هما نورمالمون ديما عندهم بواط دو فارماسي يقيسوا سخانه يشوفوا انسي دو سويت زاده مش اي تمبيراتور نحن باش نلقاو 37.5 ولا 37.6 اون فا بانيكي نحن ابارتيغ من 38.5 وقتها نبداو ونقولوا حبيبه عندي سؤال باهي مالا نختم معاك مدام بسؤال اللي ممكن يهم برشا عباد يقول لك اوكي مدام وداد قالت لي فما كيما كانت تحكي حبيبه يقوم الصباح يلقى جريجمو وتحرق فيه اسكو الالتهاب الحنجره هو عنده نفس ممكن الظواهر ولا الانعكاسات نتاع امراض اخرى كيفاش نجم انه ما نقولش راهو التهاب وبرا تناخذ شويه دواء وكهو عاد فما امراض اللي بالحق يلزمك تكونترولي روحك في الجريجم سختو كيف ما حكينا قبيله قلنا فما باثولوجي دو ريفلو فما الباثولوجي نتاع الاليرجي اللي معناها الجير فما الحساسيه فما البوليسيون اللي دايره بينا نزيدوا معاها مثلا توا لي روم اذا اترابي فخوا ولا خذينا اون انجين ولا كذا لهنا لو باسيون المريض يعرف يقول لك انا جو سوي اليرجي كذا تجيني 3 4 فوا باران الرفلو سي كيف كي الرفلو سي مش 3 4 فوا كي تبدا له اليوم تضرب شهر معاه طون كي نا با تريتي سا بيرسيست Le, pour le rhume, 3-4 jours, même si on n'a pas pris de traitement, bien sûr. لهنا لو باسيون المريض يبدا عارف روحه راه. اما اذا طول الطبيب ماذا بيا يمشي للطبيب خاطر ممكن تلقى حاجه اخرى. نمشيو للطبيب لوغسك سا بيرسيست تقعد معاه لهنا وتعمل لنا مثلا السخانه وتقعد ما تحليش على 38.5 وتفوت لي 5 جور ميم سي جي بري ان تريتمون سيمبتوماتيك. وقتها يلفو اكسبلوري يلزم نعرف شنو يندرى ماشي للحساسيه يندرى ماشي للغفلو يندرى عندي اللحمات نمرض بهم برشا. سي سا وقتها نشوفوا لهنا سي لو ميدسان يل فا فير لا بار دي شوز. ميرسي مدام وداد بن احمد جراحه في امراض الاذن والانف والحنجره وجراحه الرقبه. نستقبلوا مع بعضنا اخصائيه التغذيه مدام مريم التوكابري. مرحبا بك يا مدام. يعيشك وبيك الحمد لله. صباح مريم. صباح يعيشك لاباس. كنا في روج اليوم فهمت؟ سبحان الله. سبحان الله. الوغ مريم اليوم باش نكملوا في نفس الرجيم اللي بديناه الجمعه اللي فاتت. باش نكملوا فيه وفيه حاجات تنبدلوا هكا ولا؟ اي بيان سور كيما قلنا المره الاخرى اللي هو الرجيم كي يقعد نقعدوا به معناتها مده طويله راه ينجم يعطي ريزولتا من الاول من بعد بدا يستانس يولي ما عادش يطيح في الميزان. يطيح في الميزان.
دونك ساعات يولي حتى البدن يولي يحس روحه هو داخل على مجاعه يولي يستوكي. اي صحيح صحيح، ينقص في الميتابوليزم دو باز نتاعو، الميتابوليزم اللي هو عمليه الايض، معناتها وقت اللي يحرق البدن الحاجات اللي انت تعطيهم له في النهار يحرقهم، دونك يولي ما عادش يحرق برشا كما كان من الاول، يولي ينقص خاطر خايف. او فما ميموار كبيره هذيك ادابتاسيون من عند البدن جوستومون، معناتها سبحان الله اللي معناتها يسادابت مع الميليو اللي فيه، اذا كان مثلا بلاد فيها حروب ولا حاجه مجاعه دونك ديما ينقص بور بوفوار سورفيفر. المرة اللي فاتت عطيتنا ريجيم، قلت لنا هذا ينحي على الاقل كيلو في الجمعه ولا زوز كيلو. بين كيلو وزوز كيلو. زوز كيلو وي. اش نقصت يا حبيبي؟ توا توا كيلو ونص. بالحق بالحق. وانت؟ كيلو 700 اما مش من ريجيم. لا علي. انا صراحه ما وزنتش، قلت خلينا مش من ريجيم. انا بالحق ما وزنتش، مي قاعده في الريجيم اللي عطيته بالحق معناها. باهي. تري بيان. دونك معناتها باش نفكروا به شويه للناس اللي يحبوا، معناتها خاطر هو راهو كيما قلنا ان بروغرام دو ان موا، دونك كل واحد وقتاش يحب يبدا فيه ينجم يبدا فيه، معناتها ينجم يقيدوا. احنا قلنا اللي ديما الحكمه انه تكون ماكله متوازنه وفيها كل شيء باش تتماشى مع الناس الكل في اي عمر، اللي هو معناتها فطور صباح، معناتها في ساعه باش يكون فيه قهوه ديما والمشروبات بلاش سكر، قهوه يون تارتين جبن ولا بزيت زيتونه باش تقنع الصباح، وكعبه غله باش تعطي شويه فيتامينات. نورمالمون كي ناخذوا هكا ما نستحقوش حتى شيء مع العشره ل 11 ديريكتومون في نص نهار ثلاثة حاجات اللي هي خضرة، نشويات، مقرونة، كسكسي وإلا روز وإلا خبز، ومعاهم بروتيدات اللي هو من المستحسن يكونوا ماهمش دهنيين برشا، اسكالوب، دجاج، حوت وإلا عظم، كعب عظم معناتها تكفي. فوالا العشاء ينجم ياخذ كعبة غلة، خاطر اون جينيرال الناس بعد الخدمة وإلا بعد القراية يحبوا كل حاجة هكا حلوة، والعشاء نتاع الليل مع كويس تي معناتها بلاش سكر بطبيعة وإلا ترونجية ولا حتى قهوة، والعشاء نتاع الليل باش يكون كيما فطور نص نهار بالضبط. دونك هذا مدة أسبوع، بالطبيعة اللي عندهم زيادة في الميزان كبيرة برشا باش ينقص لهم معناتها اكثر من كيلو ولا اكثر من كيلو ونص، خاطر باش يتجاوب البدن بالكدا، اللي عندهم شويه نتاع 8 ولا 10 كيلو باش ينقص كيلو او موان. الجمعه الثانيه هوني بيسكو البدن بدا يستانس، معناتها نظمنا الماكله بالكدا، اللي يتفرج يمكن يقول هذا هو فيه كل شيء ما يتسماش ريجيم، اما راهو كان نقارنوه بالماكله العاديه نتاع تونسي عادي حسب ما نشوفوا باش نلقاوه بعيد ياسر، معناتها التونسي العادي باش ياخذ قهوه وكرواسون ولا بان شوكولا صباح، فوالا في نص النهار باش ياخذ كافتيجي ولا ساندويتش مقلوب ولا بيتزا ولا اللي هو، العشاء ياكل حاجه الحلوه، والعشاء نتاع الليل مع العائله باش ياكل معناتها فوالا بالضبط، على خاطر ينجم يكون تعب، والتعب هذاك لو تخادوي بالجوع، راهو برشا ناس التعب نتاعهم وقت يتعبوا يحبوا ياكلوا الوغ هما مش جيعانين. انا مش جيعانه فوالا، دونك هوني نردوا بالنا اي، خاطر راهو التعب اذا كان ناكلوا ماكله صحيه فيها الفيتامينات والاملاح المعدنيه التعب ينقص بالكدا، بيرفورمانس تتحسن، بالتالي نوليو ما عادش نجوع وما عادش ناكلوا معناتها بكميات كبيره. توا سي لو مومون فوالا، توا معناتها باش نبدلوا شويه في الريجيم باش نحيوا الحاجات اللي هي تعطي السكر في الدم. شنو هما الحاجات اللي يعطيو السكر؟ اللي هما الفرينه اول حاجه، معناتها كيما الخبز الابيض والا الكومبلي راهم زوز فيهم الفرينه، المقرونه، الكسكسي، الروز، الكلهم هذوكم، البطاطا فيها النشويات دونك تولي سكر في الدم، هذوما معناتها الحاجات الكبار باش نحيو بطبيعه السكر الابيض كيما جمع الاولى بالضبط، من معناتها راهو السكر الابيض راهو الافه الكبيره بالنسبه للزياده نتاع الميزان. ننساو السكر، ها باش نقول لك شنو باش ناكلوا. دونك فطور الصباح ستيل ورقه كيما العاده، دونك بالنسبه لفطور الصباح القهوه هذيك تقعد على روحها، معناتها قهوه بالحليب ولا تي بلاش سكر فوالا، بطبيعه بلاش سكر معاه باش نخليو يا اما كعبه ياغورت تكون طبيعي 0%، ان شاء الله نحكيو مره على الطبيعي و0% وشنو هو الفرق فوالا، دونك كعبه ياغورت والا كعبه عظم كامله بالاصفر نتاعها او ديما والا باش نخليو فاريتي اكثر. مش مع حبيبه ديما مع اني كاين شي صابط او فوالا والا او شويه جبن ابيض كيما الكوتا دونك لهنا معناتها هذايا مع القهوه نتاعنا ومعاها لهنا باش نخليو الغله. الغله اللي هي فيها لوفريكتوز، لوفريكتوز السكر نتاع الغله اللي هو ما يطلعش السكر في الدم، بطبيعه بالقشره نتاعها مع بالضبط معناتها باش تكون نخليوها كعبه الغله هذيك بالقشره نتاعها، كان كعبه تفاح، كان كعبه خوخ، حتى راهو الكرموسي نجموا ناكلوه بالقشره نتاعو، قد ما ناكلو شويه ماء وخل صحيح ينحي هو المطعم شويه صحيح، اما والله ما فماش دراسه علميه اثبتت انه الخل ينحي فيستيسيد فوالا يعاون باش
ديزانفيكتون بطبيعه باش ينحي الجراثيم والكل باهي معناتها استعماله فوالا دونك لهنا معناتها اي باش نتفاداو الموز والدقله هذوما فيهم برشا سكر دونك باش نتفاداوهم في جوست في الجمعه هذه تم بعدهم بدلوا يعني ديما نحب نطمن اللي راه ماهوش ان ريجيم دراكونيا ولا باش نتحرموا جميعا كل ما تخزني نحن نفرك فوالا دونك ديما نحب نطمنك هذا بالنسبه لفطور الصباح نمشيو لفطور نص النهار السلطه نتاعنا لازمها تكون ديما موجوده دونك سلطه خضراء ليتو طماطم مره حكينا سلطه الفورق لي لا فوالا هذيك فضيله فوالا دونك توا بالنسبه للنص نهار ديما ديكريديتي معناتها حاجات تكون خضره نيه باش كيف كيف الالياف هذوكم هما اللي يمتصوا الدهنيات اللي باش يجينا من الماكله طماطم فقوس سفنيريه اللي موجود ومش بشرط هي سلطه وتكون مقصوصه نجموا حتى كعبه واحده مثلا طماطم ولا كعبه سفنيريه راهي تكفي معها البروتيدات لهنا ديما باش نحافظوا على الكتله العضليه نتاعنا راهو لا بيغ دو بوا كي تبدا معناتها دو فاسون معناتها انارشيك راهو تنجم تنقص لنا الميوسكل ما تنقصناش غراسك هاو البروتيدات لازمنا نحافظوا عليهم اللي هما سكالوب الزر نتاع الدجاج بلاش الجلده نتاعو دونك لهنا اللي باش ياخذ مثلا ربع دجاج من الشارع راهو ينجم ياخذ ما فماش حتى مشكله معناتها باش نكونوا براتيك شويه السلطه مثلا اذا كان ما تحط فيها التون سوا ديزون ميسيلش تعوض السكالوب التون باش يكون كميه قليله معناتها السكالوب في البخي فوالا في 100 غرام حسب التقريب معناتها تكون باهيه بين 100 150 بطبيعه لهنا ما نجموش نعطيو حاجه يعني للناس الكل خاطر كل واحد وطوله قداش عنده ميسكول اسكو في بيريود دو كروسونس مثلا يبدا طفل عمره 16 سنه يعني يستحقوا اكثر بروتيدات مينيموم نقولوا 100 غرام دونك اسكالوب والا صدر نتاع دجاج حوت سردينه راهي باهيه برشا العظم ابخي معناتها في الكعبتين اما الابيض واصفر برك معناتها اذا كان باش نعملوا عظمتين اومليت باغ اكزومبل في نص النهار زوز ابيض واصفر برك نقصوا شويه من الاصفر نحيو الاسكالوب هذا هذا في بلاصه الاسكالوب اي بالطبيعه اللحم ديما ماذا بيا اللحم البقري بون نعرفوا اليوم راس العام الهجري دونك ما يسالش اليوم نجموا نعملوا ان اكسترا صغير معناتها باش ناكلوا كسكسي بالقديد ولا حسب الولايات كل واحد وشنو ياخو راهو في الجمعه نجموا نعملوا ان بتي بليزير مثلا عيد ميلاد ولا عرس ولا خرجه ولا حاجه راهو مش كل حاجه الحلوه اللي باش ناكلوها هي اللي باش تسمن اللي يسمن فينا راهو نتاع كل يوم الطبل بيزيت نتاع كل يوم هذوك اللي يعطيو زياده في الميزان على المدى القصير ولا البعيد دونك لهنا هذا بالنسبه لفطور نص النهار نزيدوا معاه ان امكن شويه خضره طايبه قرع اخضر قرع احمر باذنجان خضره واحده نوع واحد اللي موجود لا لا اي معناتها هوني افولونتي بالنسبه للخضره ما فماش كميه محدده هذا في نص النهار خضره نيه وخضره واذا كان فما امكانيه خضره طايبه هوني دونك باش نحيو من في نص النهار كما قلنا الخبز الكسكسي المكرونه الروز البطاطا باش نحيو معاهم الحاجات اللي فيهم من شيء اللي هما البقول دونك كيما العدس اللوبيا الحمص الفول هذوما كلهم لا خاطر فيهم نشويات الفير مش هكاك ينقص لا لا ما ينقصش على خاطر اذا كان ناخذوا طرف اللحم ولا باش ناخذوا العظم اللي موجود معناتها في الوجبه نتاعنا ما ينقصش بالكل والحديد اون جينيرال ينقص وقت اللي نطولوا ياسر في الريجيم وقتها نلقاو معناتها الحديد ينقص الكالسيوم يتيح الشعر يولي زاد كيف كيف يتاثر وقت اللي نطولوا اما جمعه راهو تعطي انيفي من غير ما نمسوا حتى شيء سورتو نحافظوا ديما على الخضره نتاعنا راهي هذيك اساسيه نجيو للعشاء كيف كيف الطنجيه والا القهوه معاها كعبه غله والا فاكهه الفاكهه لهنا باهية برشا تقنع تعطي الاوميغا 3 تعطي المغنيسيوم اللي هي كما قلنا معناتها تساهم في لو ترافاي انتليكتويال خاصه للناس اللي تتعب عندهم تعب سيريبرال ولا يخمموا برشا لا مش 100 غرام في 25 غرام كي نشريو 100 غرام نقسموها سور 4 جور ابري معناتها 12 كعبه لوز نجم نقولوا بين 3 و 5 ديجا 12 كعبه لوز باهي حفنه صغيره معناتها عنا اللوز الزوزه الكاكاويه اللي باهية برشا زاده مش مالحه كان محمصه مش مشكل معناتها اذا كان باش نشريوها من حماص ما فماش مشكل اما حلوه ليسونسيال الملح لا العشاء نتاع الليل اللي هو باش يكون كيما في تونس نهار بالضبط نفس الكومبوزيسيون اما باش نبعدوا في الخضره الطايبه لهنا الخضره الطايبه ما قلنا كل شيء في نص النهار باش نبعدوا على البيتراف والسفنيري اللي هما يخرجوا فوالا يخرجوا السكر نتاعهم وكيما قلنا في الليل ما عادش نستحقوا سكر برشا بالضبط في هذا الكل وقت اللي نجوعوا عندنا الياغورت كعبه يغوت نجموا ناخذوها بين الاوقات لهنا خاطر كل واحد وكيفاش باش يتجاوب بدنه ناتوريل بالطبيعه واذا كان باش نقولوا فيها سكر باش نولي نحطها مع السكريات ما عادش نحطها مع الحليب ومشتقاته دونك لهنا تكون ناتوريل نجموا ناخذوا جبن ابيض كيف كيف معناها حتى كل السرداني هذاك بلاش ملح نقصوه نعملوا صحين مثلا سفنيريه فقوس شويه جبن بالضبط حاجات كيما هكا معناتها بور غرينيوتي نقولوا احنا يكونوا صحيين باش نجموا نفهموا اكثر بدنا خاطر هو ديما ننصح فيك هو حاجه ان بو فاغ معناتها الناس الكل ننصح انه الانسان يولي يسمع احاسيس بدنه
وقتاش جيعان، وقتاش شتهي، وقتاش سي بون شبع، يوقف على الماكله. راهو حتى المعده تصير فيها ادابتاسيون، تكون المعده كبيره وما نشبعوش فيها، تولي المعده تمشي وتصغى، وغادي باش نخدموا على ستابيليزاسيون انهم الكيلوات اللي يتيحوا ما يعاودوش يرجعوا. هذا المهم، راهو انا اللي يهمني اكثر انهم ما يعاودوش يرجعوا مش انهم يتيحوا. صحيح مريم، ساعات واحد يبدا ياكل بزربه، يبدا هو ديجا شبع ويكمل ياكل. روكي يحكي كي يبدا ياكل بشويه، ولا كي يبدا حط صحن قدامه، معناها مش من تصل روحك شبعت، واللي انت قد زدت في ماكله من بعد هكاكا معناها وانت شبعان، فماش علاش. فوالا هوني عمليه المضغ راهو مهمه برشا، انه كي ناكل بشويه فوالا، خاطر المعلومه باش تخلط للمخ، دونك بطبيعتها معناتها حاسه الشبع باش تتحسن، وليو نحسوا احنا شبعنا فك 20 مينوت ولا لين، الوغ احنا كي ناكلوا بزاف نجموا في 20 دقيقه ناكلوا زوز صحن. فوالا بالضبط. الماء ما ننساوهوش في ليتر ونص اتاتين. بالماء معناتها نجم هذايا ماء معناتها به، ونبعدوا على الملح. الملح اذا كان بعدنا على ماكله الشارع راهو نتهنى، اللي الملح نقص بالقدام بالماكله نتاعنا. علاش الملح هكا في سيستيم قبيله؟ الملح لا، الملح لا، الملح يخزن الماء في البدن. هو فوالا راهو الملح يتعب سيغتو عضلات القلب اكثر حاجه، معناتها ديما باش نتفاداو الامراض، وراهو التونسي ياكل في برشا ملح. المنظمه العالميه للصحه تقول يلزم بين 3 و4 غرامات معناتها ملح في الماكله نتاعنا يوميا. التونسي معناتها هذايا يعني ستاتيستيك بعيده شويه، تقول التونسي ياخذ في 8 ل 10 غرامات في حفنه قلوب يكملهم ال 10 غرامات. فوالا معناتها ماكله الشعر هي مالحه برشا، خاطر الملح كماده مصبره يستعملوه ياسر في السلايد، في البات نتاع البيتزا، في لي صوص نتاعهم، ماكله ياسر مالحه. الملح بخلاف اللي يعمل انحباس الماء راهو يحل الشهيه. هكا الحاجات المالحه الزيتون والمالح والشنو اللي قبل الماكله هذاك ماذا بيا لا. الهريسه نزيدوها في الطرف الاخراني نتاع الصحن مش من الاول. دونك فما ديزاستيوس معناتها اللي يعاونوا بالكدا بالكدا باش نتحكموا في الشهيه نتاعنا. ميرسي بوكو مريو. ما نعاود نذكروا بالعشاء خاطر انا ما خليت ما ركزتش. كيف الفطور؟ كيف الفطور؟ اما جوست جوست السفنيريه والبيتراف هما اللي لا. ونجموا اذا كان ما تقلقنا من الاسكالوب، فما برشا ناس باش يفدوا يقول لك ديما سلطه واسكالوب والكل، نجموا معناها كما قلنا طرف جبن، اومليت بالابيض نتاع العظم، شويه معناتها كعبه يوغورت زاد كيف كيف فيها بروتيدات معناها تتعوض الاسكالوب ولا الحوت، معناتها نوعوا شويه. والفاكهه هذيك اللي قلنا العشيه في بلاصه كعبه الغله مش معاها. ميرسي بوكو مريم توكيري اخصائية التغذية. احنا نخرجوا بوبليسيتي ونرجعوا. La meilleure adresse pour s'amuser. Ramer ou affraire au tir ou zid tir. Le jeu, yahla, visite yahla. Hada balkar kafantai, ou el fada terfi chez baby, chez mère frite.